كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن سيد. اهلا كابتن هاني، ازي حضرتك؟ الف مبروك اهلا حبيبي كابتن سيد. هاجي لك يا كابتن سيد. هاجي لك انا كمان. الاول مبروك على التتويج، ومبروك على البطوله ال 42 في دولاب بطولات النادي الاهلي. يا رب يا رب كده ان شاء الله نعمل دولاب جديد السنه الجايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، ونوفق ان شاء الله حتى على المستوى الافريقي. بس خلينا نتكلم في نقطه مهمه جدا يا كابتن سيد، يمكن كان في تصريح اعتقد ايجابي جدا جدا من حضرتك ومن خلال النادي الاهلي على الازمه اللي حصلت امبارح في اثناء التتويج ما بين محمد فضل وكهربا. ورغم التصريحات الايجابيه والايجابيه جدا من خلالك طبعا في وسائل الاعلام، لكن فوجئنا بان محمد فضل بيقدم مذكره للجنه الانضباط في اللجنه الخماسيه، واللجنه دي كمان هتنعقد بكره لاتخاذ امر ما او عقوبه في حق كهرباء. راي حضرتك؟ طيب بص، يمكن احنا ترفعنا بشكل كبير، وانا قلت الكلام ده دلوقتي وبعيده لان هي دي الحقيقه، يعني ترفعنا بشكل كويس قوي 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 بشكل هايل جدا في الموضوع دوت، وقلنا ان ده احتفاليه وتتويج وفرحه، فمش عايزين نكترها او حتى ننمت عليها باي حاجه يبقى فيها نوع من تعكير الصفو يعني. وخصوصا كمان انها جايه في من واحد شغال في الاهلي دلوقتي اللي هو كهرباء، او بيلعب في الاهلي دلوقتي كهرباء، وما بين كابتن محمد فضل اللي واحد من ولاد النادي. صحيح هو بيمثل اتحاد الكره في الوقت الحالي، طبعا مش عايز اقول كده انه بقى فيه انتماء يعني للاهلي بشكل صارح يعني، لان هو في الاول والاخر الراجل طبعا يعني مسؤول وبيبقى فيه حياديه، لكن في النهايه ترفعنا بالامر ده على اساس ان الامر يبقى بالنسبه لنا يعني في اطار فرحه في وسط فرحه، فاحنا ما نبقاش سبب او جزء منها يعني. اوكي؟ صحيح. لما عملنا الموضوع ده عملناه واحنا بنحترم المنظومه ككل، بنحترم المنظومه اتحاد الكوره، بنبقى اثنين عليهم كمان في اثناء الكلام النهارده، وحتى لما كنت موجود في اتحاد الكوره من كام يوم في تجميع مديرين الكوره او المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين لرؤيه مقترح السنه الجايه. كمان احنا لما اشرنا ده في احترام للمنظومه ككل، الاحترام ده لازم يكون متبادل. طب الاحترام ده مع كل المنظومه ككل ما بين طرف وطرف ثاني، لا الاحترام ده لازم يبقى، انا بحترمك جدا فلازم تحترمني جدا.